أولا أهلا بك بالشبكة. أهلا بيك. الإعلامية المؤثرة طبعا، والصيدلانية، والصوت الشتوي ونفسه الدم. أهلا بيك. معانا أربع محاور النهاردة، الشخصية والصوت الشتوي لوحده، ده حوار تاني، ده محور لوحده. ده لوحده. والصيدلانية والإعلامية، تحبي نبدأ بيه؟ خلينا الشخصية. الشخصية؟ طب ما نبدأ بالإعلامية اللي الناس عرفتك بيها الأول. ماشي، يلا بينا. يلا. ايه رايك في العاصمه الاداريه الجديده؟ مشروع قومي ممتاز. ترند حبتي؟ ساعدك؟ كنت قصده تعمليه اصلا؟ لا. ايه السبب ان هو يطلع اصلا؟ ربنا، بعد مجهود 4 سنين بنصور مراحل انشاءات في العاصمه، ربنا قرر ان هو يهدينا ترند. ووفقنا ان احنا عملنا نسبة مشاهدة كبيرة للعاصمة. الشخص اللي كان معاك، انا نفسي اسأل عنه. والله مبسوط، ده الوحيد اللي مبسوط فيه. حضرتك قصده الصوت الشتوي ولا ده جاي منين؟ هقول لك حاجة حلوة. الناس كلها بتسأل عن الصوت الشتوي. هرد رد. انا عايز رد قوي. قوي. ايوه. هاتوا 150 حلقة على مدار 4 سنوات فاتوا، هتلاقوا نفس الصوت، نفس الصوت. بس كانت أبسط حلقة، ولكن كانت شكلها كده أهم حلقة. الشخص، نرجع للشخص تاني كده، هو استفاد يعني، حابب، كان حابب يرجع معاكي تاني أو يسجل معاكي تاني؟ لأنه في يوم وليلة بقى من أشهر شركات التسويق العقاري. فده حقق له ربح طبعا واستفاد، وده أرزاق على فكرة. طلب إن هو يطلع معانا تاني. لا، صراحة خفت من ردة الجمهور. ردة فعل الجمهور كانت هتبقى صعبة ساعتها، هيفكر إن هو فيلم معمول. الترند كان يعني، أنت استقبلتيه إزاي أو يعني لقيتيه إزاي؟ يعني أنت أول ما عرفتي بالترند الصوت الشتوي، هقول لك. اترعبت، اتوترت، هديت، فرحت. طبعا في كل ده كنت بحمد ربنا. لما فرحت ايقنت ان انا بقيت من اشهر مذيعات الوطن العربي. ايه ده، احنا بقالنا 4 سنين بنعمل برنامج مهم، برنامج عقاري بيتكلم عن طفرة عمرانية بتحصل، ولكن كان مجهود ما بيحقق ليش المردود اللي كنت متخيلاه. ليه؟ لان تعالى اعمل فيديو حاجة فيها نجاح، حاجة فيها حاجة شق علمي، اي حاجة ايجابية، مش هتجيب لك غير نسبة مشاهدة صغيرة. حط اي فيديو واكتب ايه، شاهد قبل الحذف، ملايين مشاهده. طبيعه السوشيال ميديا اللي هو ايه بقى، في فضيحه نجري نعمل، في مشكله، في مصيبه، في حادثه على الطريق، يعني اي حاجه مش ايجابيه هنجري نشوفها. ففرحت في الاخر. وتحول كل ده لنجاح هنا الجمهوريه الجديده. يعني كنت حابه تطلعي بالترند ده؟ لا، ما كنتش حابه، هو حصل بدون تخطيط. بدون تفكير. كانت صدمه، بس بعد ما طلع كانت هديه من ربنا. وده كان مفيد لياسمين، لان كان ساعتها الناس كلها عماله تقول ايه ده، هي عماله تقول ايه على الرجاله والستات وكده. فلما احنا طلعنا الترند احنا اخدنا كل الجمهور ده، فهي عارف اللي هو ايه، يعني ارتاحت. ما فيش بقى هجوم او حاجه او كده. تواصلت معاكي بعد الترند ده؟ لا، ما تواصلناش مع بعض، بس انا بحبها يعني، هي مذيعه جميله وزميله جميله. يعني نروح لنقطه الوقف، يعني حضرتك توقفتي فتره طويله، عايزه افهم القصه دي عشان. ايوه انا عايزه. انت صحفي. انا توقفت قد ايه؟ 24 ساعة. طب وفي حقيقة الامر ما توقفناش. بالظبط، دي النقطة اللي انا بتكلم فيها، دي النقطة اللي احنا عايزين نوضحها. احنا لما طلعنا ترند قناة نزلت بيان
ان احنا استنوا هنحقق نشوف ايه اللي بيحصل. طبعا كان في تخوف ان يكون في لجان شغاله علينا، لجان الكترونيه، واكتشفنا ده بالفعل على فكره، وهستغل الحته دي وهشكرهم. اشكرهم في انهي كاميرا؟ اشكريني انا. ميرسي، لان ده فادنا. يوم كورونا ويوم كر الله والله خير الماكرين، ربنا رد قوي جدا، اخدنا كل ده لصالحنا.